اللي وقع هو انه بدا الغاز بشويه شاعل بشويه ماشي الغاز مطلوق غادي كيتطلق بشويه واحد اللقطه هذه كنقول لك 6 ثلث باقي الغاز مطلوق يعني من 6 وربع 6 ثلث هاي ربع ساعه يعني حتى السق يعني السق ال 20 يعني هاي ولات ثلث ساعه ما كاينش ما توصل حتى شي واحد ما قدر شي حاجه فهمتيني شويه ويتشعل واحد الشاشه بدا واحد الشاشه بحال هكا هي هذيك الشعله الاولى انا ما كنتش عكتيني التليفون فاش كنجري هبط موني الدار هبط الام ديالي جدي جداتي حنا عائله مجموعين في دار كامله خرجناهم فعابش بدا ديك الساعه السلطاج وشنو كاين تيو جايبين تيو متقوب ما فهمتش الاموال اللي كتخسر على شي حوايج اللي ماشي هما هذوك تخسر على فورميو هاد الناس مزيان وعطيهم جيبوا لهم ماتريال جديد خسرنا 4000 مليون في موازين شراها كامل يود البومبيه مزيانين هاد الناس هادو الله يهديهم وهادي راه المره الرابعه كما كنقول وحنا كنعيطوا للسلطات وكيجيو كيديروا فيديوهات كيشوفوا بحال هاد المشكله هذا دابا كنقول لك من النهار جات النهار ولا كيتحطوا السيرنات هنا وحنا كنلقاو هاد المشكلات ريحه الغاز ما كتحيدش من هنا شوف راه كون تقاسات واحد الشركه اون فاس معاه راه ما الحمد لله انها ما تقاسش شركه ديال العود راه لا شركه العود كيتفق للعود ماشي مشكل شركه ديال الغاز ستوك ديال الغاز وستوك ديال الغاز دايزين تيوات ديالهم هنا وترى محمدية غتبقى كتسمع فيها شتي داك الانفجار اللي طرا في لبنان غيكون تريبل ديالو هذا راه الحمد لله كنحمد الله عز وجل وكن شاد شوف وكنشكر الوقايه المدنيه علاش لان الدراري بساط مع بوسائل بسيطه انهم تمكنوا تفاو بوسائل بسيطه تمكنوا علاش لان الدراري اللي كفر الدراري اللي نفسهم حاره لان بهاد المتاري بهاد الماطوز اللي عندهم هادو هنا راه بهاد الماطوز هذا راه ديشي دوله اخرى راه ما يعرفوش علاش راه ماشي الماطوز راه الدراري اللي كاينين تماك البومبيين اللي كنشكرهم بزاف انا البومبيين اللي مساكن كيفاش كانوا كيجريو كيفاش كانوا هادوك هما اللي كنشكر بزاف الله يرحم لهم الوالدين واجرهم لله والثمن اللي كياخذوا البومبيه والله مساكن تيستاهلوا كثر على الثمن اللي كيضربوا